لا شك أن صناعة السيارات الفاخرة هي صناعة التفاصيل أو ما يسمى بالبيسبوك اندستري. فنشوف كل الشركات اللي تصنع سيارات فاخرة تهتم بأدق التفاصيل في بناء هذه السيارة من خلال استخدام مواد فخمة لبناء السيارة ولتغليف الكابينة الداخلية وبجودة عالية، واستخدام أحدث التقنيات الموجودة في عالم السيارات لبناء هذه السيارة. لكن هذا الشيء للأسف مرات ينعكس سلبا على الاعتمادية والعمر الطويل للسيارة. هناك شركة واحدة فقط تخطط هذه العقبة بحيث تنطيك باكج كامل من سيارة فاخرة وبأحدث التقنيات وبمواد فخمة وعمر طويل وسعر إعادة بيع جيدة. واليوم عندنا سيارة من هذه الشركة راح نغطيها لكم، فإذا تريدون تعرفون شنو هالسيارة وهالشركة ابقوا وياي أنا حسين، وهناك قناة نظرة في عالم السيارات. سيارتنا اليوم هي لكسس LX 600 موديل 2023، وأدري بكم أول شيء تحبون تعرفوه هو سعر السيارة. السيارة متوفرة بعدة فئات، هاي الفئة الأمامنا أعلى فئة، فئة الـ VIP، سعرها كان 275 مليون دينار عراقي، هسه عليها عرض سعرها 263 مليون دينار عراقي، وهذا السعر بدون لوحات، واللوحات مال هيك سيارة تكلف 3,500,000 دينار عراقي، طبعا والسعر بوقت نشر الفيديو. نبدأ باللكسس LX ونشوف فئتها. هاي السيارة تأتي عادة ضمن فئة السيارات العالية ذات الحجم الكامل الفاخرة اللي تجي عادة بسبع مقاعد، لكن هاي السيارة أمامنا هي فئة الـ VIP راح تجي فقط بأربع مقاعد. الشركة هنا مركزة على جانب الفخامة والراحة الداخلية، فمنطقتك أربع مقاعد. المقاعد الخلفية يسموها Executive Seats. هاي السيارة تنافس كل من الكاديلاك إسكالت، تنافس المرسيدس GLS، وتنافس كذلك BMW X7، وتنافس اللينكن نافيجيتر. طبعا الـ LX كان أول إصدار إلها سنة 1996 بجيلها الأول، وهذا اللي أمامنا هو الجيل الرابع من السيارة، موديل 2023. السيارة حصلت على هذا التحديث كموديل 2022. طبعا السيارة مبنية على نفس الشاصيه اللي يجي على لاند كروزر الـ LC 300 بطرازه الأخير. حتى نشوف السيارة من الجانب بها شبه كبير من اللاند كروزر. وإذا تريدون تعرفون معلومات تقنية هواية عن هذا الشاصيه، أنا عندي معلومات كاملة عن اللاند كروزر الجديدة والشاصيه اللي جاء عليها في فيديو اللاند كروزر LC 300 اللي نزلته على القناة، وراح أخلي لكم رابط الفيديو في خانة الوصف لهذا الفيديو. طبعا السيارة حجمها كبير وضخم وجاية بتصميم فخم صراحة. نشوف هنا الشبك الأمامي الكبير من لكسس اللي جاي بهوية لكسس اللي يسموه سبندل جريل، تتوسط علامة لكسس كبيرة. طبعا الشبك بيها عناصر من البرشت ألمنيوم مصبوغة بالرصاصي تعطيها جمال إضافي. عندنا كذلك تطعيمات بالبيانو بلاك موجودة على الواجهة الأمامية للسيارة. عندنا إضاءة أمامية كاملة LED وبخاصية الأوتو هاي بيم، والإشارة LED جاية بهوية لكسس جميلة. شوفوا هنا اللي مثل علامة صح. وكذلك عندنا هنا حساسات أمامية وكاميرا أمامية من أصل أربع كاميرات، وكذلك عندنا هنا بروجيكتر LED موجود على السيارة، وكتطعيمات أيضا باللون الرصاصي أسفل الدعامية الأمامية. طبعا السيارة رادارات كاملة، عندك رادار تحديد المسار ورادار مثبت السرعة المتكيف، زائدا بريك الطوارئ. نجي إلى التصميم الجانبي للسيارة اللي قلنا تشبه الـ LC 300 أو اللاند كروزر الجديدة، لكن بإضافة لمسات فخامة خاصة بالإكسس. هنا نشوف الإطارات جاء ألمنيوم بحجم 22 إنش، والتاير 265/50. طبعا الويل كاب جاي بالبرشت ألمنيوم يعطي فخامة إضافية للتصميم. كذلك عندنا جو الأبواب أيضا ترايش بالكروم حتى تزيد من فخامة التصميم. عندنا المراية الجانبية جاية منصبة على الباب حتى تقلل النقاط العمياء وتقلل ضوضاء الهواء، وعندنا بصمة كورو، هاي أعلى مواصفات موجودة بمعارض العراق من لكسس LX 600. عندنا الدواسة مال الباب جاية ثابتة، وكذلك عندنا تطعيمات بالكروم موجودة على حواف الشبابيك، كذلك تطعيمات البيانو بلاك موجودة بكل مكان بهاي السيارة. السيارة عليها سشاش مال سقف وكذلك سقف سلايد. نجي إلى التصميم الخلفي للسيارة اللي تطور أيضا عن الجيل السابق وصار أجمل. نشوف هنا إضاءة خلفية كاملة LED، عندك خط LED ممتد بين جانبي السيارة، الإضاءة الخلفية LED، الإشارة LED، بروجيكتر خلفي، عندك بصمة لكسس، بصمة الـ LX 600، كذلك السيارة يجي عليها حساسات خلفية وكاميرا رؤية خلفية من أصل أربع كاميرات للرؤية المحيطية. كذلك عندك كاميرا خامسة موجودة وراء الجامعة الخلفية، هاي الكاميرا تعوض عن المراية مال الرؤية الخلفية في حال عندك غراض بالصندوق مغطية مجال الرؤية اللي عندك فتشغل الكاميرا هاي. كذلك عندك هنا الدعامية الخلفية جاي بها تطعيمات بالكروم وباللون الرصاصي، وعندك أيضا
منطقة لربط التشنغال. طبعا هاي السيارة تتميز عن المنافسين أيضا بقدرة القطر اللي تجي عليها، قدرة قطر عالية 3600 كيلو، يعني 3 طنون و600 كيلو. طبعا الصندوق الخلفي أيضا كهربائي راح يكون، وكذلك به خاصية الفتح الذكي من خلال تمرير الرجل. الصندوق أيضا به إضاءة LED، وكذلك به منفذ كهرباء اعتيادي 100 واط و220 فولت، وكذلك عندك ستارة حتى تغطي المواد الموجودة بالصندوق. وصلنا هسه لفقرة المحرك. السيارة تأتي بمحرك 6 سلندر على شكل حرف V، حجمه 3.5 لتر، توين توربويم، قوة حصانية 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن متر. هذا المحرك مربوط على جير اوتوماتيكي من 10 سرعات، نظام الدفع بسيارة دفع بالعجلات الأربعة مع الدبل خفيف ودبل ثقيل، وخاصية الزحف أو الكراول، وكذلك قفل أكسل خلفي وقفل أكسل مركزي. طبعا الاكسلات مال هاي السياره تجي نوع تورسو اكسل، هذه الاكسلات كلش قويه، تنطي قدرات اوف رود عاليه. هاي السياره تتميز عن كل المنافسين بقدرات الاوف رود العاليه اللي عليها، سياره وحش بالطرق الوعره. طبعا نظام التعليق الجاعه السياره ايضا نظام تعليق هيدروليكي متغير الارتفاع مع انماط القياده، بالاضافه الى به خاصيه الادابتيف دامبن. الادابتيف دامبن شو يسوي؟ هذا السياره لما تخليها مثلا على وضعيه السبورت باللوفات تلزم نفسها وما بها بودرول، حتى تنطيك متعة قيادة عالية وأمان عالي أيضا. طبعا السيارة عليها شغلة أخرى تفيد بالأوفرود، هي الـ EKDSS أو الإلكترونيك كاينتيك دايناميك سسبنشن سيستم. هذا النظام مال تويوتا ولكسس. هذا النظام يخلي السيارة الشمعات التوازن مال السيارة بالأوفرود تفصل، حتى تنطيك أكثر مسافة تقدر التائرات تتحرك بها اللي فوق اللي جوا، حتى السيارة تطلع من التضاريس القوية. طبعا هذا النظام موجود على سيارات أوفرود مثل الجيب رانجلر أيضا، لكن هنا تويوتا مسويها بطريقتهم وبشكل ممتاز واعتمادي. الصرفية مع المحرك كله ترى بنزين تمشيك بحدود 9.8 كيلومتر، وكذلك من 0 إلى 100 بحدود 6.8 ثانية. حجم خزان الوقود 110 لتر. وطبعا نوع البنزين غازولين يورو 4 أو بنزين بمواصفات يورو 4. طبعا لكسس ال LX 600 الجديدة تأتي بعدة فئات، منها السيجنتشر والبرستيج والإف سبورت والفي آي بي، واحنا اليوم عندنا الفي آي بي. فأول شيء نبدأ به نبدأ بالمقاعد الخلفية حتى نشوف الكابينة داخل السيارة. طبعا السيارة قام يجي عليها أبواب شفط من المعمل، شوفوا هنا نشوف الكابينة الداخلية. لكسس مركزة بهالفئة على المقاعد الخلفية بشكل كبير، شوفوا سيارة كبيرة لكن فيها فقط أربع مقاعد. المقاعد الخلفية يسموها اكزيكتيف سيتس، بها مواصفات فخامة ممتازة. نشوف هنا الباب الخلفي يجي عليها ستارة يدوية، وعندك تغليفات بالجلد موجودة على الباب ومواد ذات جودة عالية. طبعا نظام صوتي راح يجي مارك ليفنسون من 25 سماعة، القدرة مالته 1240 واط. نظام صوتي ممتاز جدا على السيارة. عندنا هنا مناطق خزن، هاي كلها مواد ناعمة، فقط المواد الناشفة هنا صايرة لي جوا اللي جسمك ما راح يطخها. نشوف هنا حتى السماعات بها اطر بي الكروم، واكو ترايش كلها بمواد فخمه، جوده مواد عاليه بالكابينه الداخليه. طبعا عندنا بصمه لكسس على العتبه مال الباب، وتجي مضاءه باضاءه LED. جلست بالمقعد الخلفي، ما شاء الله الفخامه هنا فول، من جوده مواد، من جلود، الجلود اللي جاي على مقاعد السياره كلش ناعمه وجودتها كلش عاليه. وهسه راح نشوف المواصفات المتوفره للمقاعد الخلفيه. طبعا مزايا الفخامه بهذا الكرسي ورا السكن اكثر من مزايا الفخامه الموجوده على الكرسي الايسر اللي ورا سايق، لان هاي السياره خاصه فئه الفي اي بي مصممه انه يسوقها سايق والمالك يقعد بهذا الكرسي. عندك مثلا هنا شاشه كبيره للترفيه، تقدر تشوف الميديا عليها الموجوده على الشاشه الاماميه، وكذلك تقدر تشوف عليها من مصادر اخرى، اكو منافذ اتش دي ام اي هنا حتى تقدر تشغل بلاي ستيشن على هاي الشاشه. كذلك شاشه اخرى موجوده للراكب الاخر. عندنا هنا منطقه خزن بها حامل اكواب اثنين مغطاه بشكل جميل، طبعا هاي عليها فابلون الشركه كلها جواها بيانو بلاك. كذلك عندنا هاي الشاشه تسيطر بها على وظائف مكيف الكراسي الخلفيه. طبعا السياره بها اربع مناخات للمكيف، اربع كراسي واربع مناخات، والكراسي كلها بها تدفئه تبريد سواء اماميه او خلفيه. والكراسي الخلفيه يزود عليها شنو؟ يزود عليها المساج. هسه مثلا الجزء الايسر عنده مساج، والجزء الايمن ايضا عنده مساج. عندك هاي الوظائف مال المساج، وكذلك منها توقف المساج ودرجة قوة المساج. كذلك الكرسي تقدر تحركه من هنا، تحرك الكراسي الخلفية، الكرسي مالتك تقدر تحركه بدرجة من التحكم،
تقدر تقدمه وتأخره، ترفع وتنزل، وأيضا ظهره يتحرك. وأكو هاي الميزة أيضا، بس شوفوا لي هاي الميزة، أدوس على الاسترخاء شوفوا شنو راح يصير. الكرسي الأمامي يتقدم الآخر شيء حتى ينطيني أكبر مجال، والكرسي الخلفي اللي عندي آني أيضا يرجع لي ورا حتى أقدر بالطرق المسافات البعيدة أسترخي. وحتى عندك هذا الجزء أيضا تقدر تنزله، راح يصير عندك مسند للقدم. هاي الفخامة الفول، شوف هنا هاي السيارة الكشخة، هنا أنا تقعد بالطريق، وهذا يفيد طبعا شخص عنده سايق، تسترخي وبالمسافات البعيدة ما تحس بالتعب. طبعا هنا أيضا عندنا ذاكرة خزن وضعيات الكرسي، الكراسي الخلفية أيضا موجودة. نرجع هنا للمزايا الأخرى الموجودة، عندك من هنا المناخ أو المكيف الخلفي تقدر تسيطر عليه، واحد، ومنها النظام الصوتي أيضا تقدر تسيطر عليه. وكذلك عندنا هنا الإضاءات الحلوة، إضاءات القراءة الموجودة بالسقف تقدر تشغلها أو تطفيها. شوف هنا والإعدادات اللي جاية هنا، إعدادات الشاشة الأساسية، هاي الشاشة اللي تجي هنا للسيطرة على وظائف الفخامة بالكراسي الخلفية. طبعا هنا أيضا عندك شاحن لاسلكي، ومن هذا الزر تقدر تفتح هالمنطقة اللي بيها شنو، منطقة خزن كبيرة بصراحة، وبيها منافذ 2 USB ومنفذ 12 فولت، وكذلك هنا هيدفونات 2 موجودة عندها منافذ. طبعا هذا الكبر ينفتح من الجهة الأخرى أيضا مثل اللاند كروز الحديثة. وعندك هاي المنطقة أيضا مغلفة بشكل فخم، شوفوا ورا الكراسي الخلفية. هسه نشوف مقعد السائق. طبعا ميزات الفخامة موجودة هنا أيضا، كل التغليف فخم، مواد فخمة، جلود فخمة، كذلك عندك هنا وضعيات الذاكرة لمقعد السائق، وكذلك من هنا أيضا تقدر تسيطر على مقعد الراكب الأمامي. شوف دوس هاي الدقمة، الأزرار مال مقعد السائق تتحول للسيطرة على مقعد الراكب الأمامي. طبعا هنا ايضا مزايا الفخامه، كل الترايش بالبرشت الومنيوم، جامات كلها كهربائيه واوتو، والمرايه الجانبيه كهربائيه بالكامل واوتو، وكذلك عندك بصمه لكسس وبالال اي دي موجوده على العتبه. قعدنا بمقعد السائق، وهذا هو المنظر امام السائق، منظر فخم بصراحه وجميل. عندنا شاشات متعدده بالسياره، خلينا نشغل السياره. بسم الله، ندوس دوستين نشغل كهرباء السياره. شوفوا الثيم الجميل مال لكسس، عندنا هنا شاشة ترفيه بحجم 12.3 انش، وشاشة لمعلومات السيارة والسيطرة على وظائفها بحجم 7 انش، وشاشة داشبورد ايضا بحجم 8 انش، وعندنا هنا شاشة اخرى هي داتا شو او هيد اب ديسبلاي اللي تعرض لك معلومات القيادة على الجامة الامامية. هنا نشوف الشاشة الاساسية، بها نظام الخرائط، بها نظام الترفيه، بها ربط الهاتف، طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو موجود. كذلك عندك عناصر تحكم المقعد، عندك المقعد الصف السائق تقدر تسيطر عليه، والمقاعد الخلفية أيضا تقدر تسيطر عليها. كذلك عندك معلومات الرحلة موجودة، تقدر من هنا تشوف كمبيوتر رحلات السيارة، ومن هنا التضبيط مال الشاشة نفسها. كذلك عندنا هنا شاشة أخرى موجودة جوا بحجم 7 إنش للسيطرة على وظائف السيارة. عندك تعرض لك قراءات الجي فورس، وكذلك تعرض لك سريان الطاقة ب التايرات مال السيارة أو الإنرجي فلو. كذلك عندك هنا السيطرة على مكيف السيارة من خلال الشاشة، ومن هنا تشوف أيضا السيطرة على ارتفاع السيارة، لما السيارة ترتفع تنزل، هاي الجرافيكس كلش مضبوطة، تعرض لك ارتفاع السيارة وكذلك الأجزاء الميكانيكية الشغالة بالسيارة. عندك هنا الإيزي أكسس السيارة بنظام الترحيب، لما تدوس هاي الدقمة الدبلات تنزل أقل شيء حتى تدخل للسيارة وتخرج منها بسهولة، طبعا بالإضافة إلى نظام الترحيب الموجود على كرسي السائق، بالإضافة إلى الستيرن. كذلك عندك هنا أيضا تضبيط الإضاءة المحيطية، هاي ألوان الإضاءة المحيطية اللي جاية على السيارة، طبعا سيارة فخمة لازم إضاءات محيطية موجودة في كل مكان. كذلك عندنا هنا فتحات المكيف جاية بهالشكل، أكو تصميم فخم بالمواد المعدنية، كلها ترايش فخمة ومعدنية. هاي عندك هنا بصراحة، وحامل أكواب 2. عندك هنا أزرار حقيقية للسيطرة على المكيف، طبعا حكينا مكيف السيارة 4 مناخات، 4 كراسي 4 مناخات، كل كرسي له مناخ خاص، والكراسي أربعة تدفئة وتبريد، والكراسي الخلفية عليهن خاصية المساج. عندنا هنا هذا زر التحكم على
أنماط القيادة نشوف هنا مثلا عندك الإيكو والكومفورت والنورمال والسبورت والسبورت بلس والكاستم. هاي أنماط القيادة على الطريق. طبعا نظام التعليق هنا متكيف، راح يتكيف ويا نمط القيادة. إذا حطيت على السبورت أو السبورت بلس، نظام التعليق أيضا راح يتصرف مثل هذا الشيء، والجير أيضا يتصرف مثل هذا الشيء، والستيرن أيضا يتصرف كستيرن سبورت، يصير أثقل حتى ينطيك ثبات، ينطيك متعة قيادة أكثر. زين، إذا تريد تختار أنظمة المشي بالأوف رود، هنا ام تي اس أو مالتي تيرين سيستم، هذه هي أنظمة الأوف رود. شوفوا هنا عندك الأوتو، عندك الديرت، وعندك الساند يعني الرمل والطين، وكذلك الديب سنو الثلج الثقيل. طبعا هاي كل نمط ارتفاع سيارة وياه راح يتغير. كذلك عندك هنا الدرايف مود، أيضا تقدر ترجع على الدرايف مود من هذه الدقمة. وعندنا هنا نظام الزحف أو الكراول، هذا النظام فقط يشتغل على الدبل ثقيل، وهذا هو الدبل خفيف، دبل رباعي خفيف ودبل رباعي ثقيل. من هنا دوس لبوش، بس هذا ما يصير هسه، سيارة ما مشتغلة. لازم شلون تحوله؟ سيارة مشتغلة والجير على الان ويلا هذا يشتغل، تحوله على الدبل الثقيل يعشق وياك، وتشغل نظام الكرول، السيارة هي اوتوماتيكيا تطلع من الطين. اذا يعني سيارة مغروسة بالطين او بالرمل هي راح تطلعك. قدرات اوف رود جبارة على الليكسس، تتنافس بي ويا باقي الماركات بشكل قوي، ما حد يقدر ينافسها بهاي القدرات. عندنا هنا ايضا منافذ 12 فولت، وكذلك عندك هنا شحن تايب سي للشحن السريع، ومنفذ يو اس بي، وعندك منطقة خزن هنا، وكذلك هنا ايضا الكراسي الأمامية، التكييف والتدفئة مع الكراسي الأمامية، مقبض الجير جاي بشكل تقليدي جميل من لكسس. عندنا الترايش الكشخة الجاية اللي مغطية هاي المنطقة، هاند بريك كهربائي زائد نظام اوتو هولد، وقفل اكسل مركزي، والتراكشن مطفي، ومنها ترفع وتنصي التعليق مال السيارة، حامل اكواب 2، وكذلك ايضا هنا شاحن وايرلس او شاحن لاسلكي. وهنا ايضا تقدر تفتح هذه المنطقة اللي جواها الثلاجة او الكول بوكس. طبعا من الكراسي الخلفية ايضا تقدر تفتح هاي المنطقة، ومن الجهة الاخرى ايضا تنفتح. طبعا هنا استيرن السيارة جاي بشكل فخم من لكسس، استيرن جميل على علامة لكسس، وجاي مطعم بالتخشيب واستشات حقيقية وجلود حقيقية، براشت ألمنيوم، شفتات ورا الاستيرن، وتحكم جهتين. السيارة يجي عليها باكج رادارات فول، يعني السيارة بها تحديد مسار، بها مثبت سرعة متكيف مع بريك الطوارئ، يعني السيارة أمامك أنت تمشي وراها كمثبت سرعة متكيف، إذا وقفت لحد الوقوف السيارة توقف وياك بريك كامل. وكذلك بها أنظمة بيدستريان ديتكشن سيستم أو نظام يعني مراقبة المشاة ومراقبة راكبي الدراجات على الطريق، هاي كلها أيضا موجودة. يتفعل عندك بريك الطوارئ في حال إذا واحد عبر أمامك أو السيارة وقفت قبالك بشكل مفاجئ. ومن هالمنطقة أيضا متوفرة السيطرة على الميديا والأوامر الصوتية. طبعا هذا الستيرن التحكم تلسكوبي، لكنه كلها تحكمات كهربائية، هاي الفئة الفخمة ما يرهم إلا هذا الشيء. طبعا هنا ايضا مواد التغليف كلها مواد هاي جريد او مواد عالية الجودة، وعندك الشمسيات بها مراية بها اضاءة، اهم شيء الشمسية بها سلايد. الله، هاي الماركات الفخمة صدق يدارون الواحد، هواي شركات يعني هذا سلايد شيء يكلف ما يخلوه. شوفوا هنا هذه كلش مهمة، لانه مرات الشمس يعني انت حاط الشمسية هي شيء الشمس هنا، فراح تعزل عنك الشمس وتعطيك قيادة حلوة ومريحة. كذلك عندنا هنا الإضاءة الداخلية كلها LED وكلها لمس بيت النظارات، وعندنا سقف سلايد. كذلك عندك هنا السيطرة على السقف السلايد، والمرآة مال الرؤية الخلفية، أما تقدر تحولها كاميرا أو مراية عادية، لأن السيارة 5 كاميرات. طبعا هنا أيضا شك ماتش حجمها كبير، سيارة كبيرة لازم مناطق الخزن بها أيضا تكون كبيرة. شوفوا حتى بها رف صغير. وصلنا هسه لفقرة انطباعي عن السيارة. اللكسس LX 600 تتميز عن المنافسين بعدة نقاط. أولا الاعتمادية والعمر الطويل. عادة حشينا في بداية الفيديو أنه السيارات الفخمة اللي بيها تقنيات هواية احتمال على المدى البعيد تطلع بيها مشاكل بالاعتمادية وعطلات، لكن هاي السيارة تتميز عن كل المنافسين أنه تكون عادة ترابل فري أو خالية من المشاكل ولفترات استخدام طويلة تتعدى 10 سنوات، فهاي ميزة قوية من ميزات هاي السيارة.
هاي الميزة تؤدي إلى ميزة أخرى، أنه هاي السيارات عادة يكون عندها سعر إعادة البيع كلش قوي مقارنة مع باقي الماركات. عادة الماركات الفخمة لما تشتريها بمبالغ ضخمة بعدين ورا 5 6 سنوات تبيعها بأسعار بها خسائر هواية، أما اللكسس لا، فتحافظ على الجزء الأكبر من سعرها الأولي. هاي أيضا نقطة أخرى. النقطة الأخرى اللي تميز بها السيارة عن المنافسين هي قدرات الأوفرود. اللكسس LX 100 وحش بالأوفرود، بها قدرات أوفرود حقيقية تتميز عن باقي الماركات الفخمة وبجدارة. النقطة الأخرى، السيارة تتميز من حيث قدرات القطر. السيارة أيضا وحش بالقطر، تقدر تقطر عربانة وزنها 3 طن و600 كيلو، وأيضا أكو مكان للهوك أو شنغال موجود على الفريم أو الشاصي مال السيارة بالدعامية الخلفية مثل ما شفنا. فهاي كلها ميزات تميز هاي السيارة، بس تقدر سيارة تستخدمها كاستخدام يومي بشكل ممتاز بدون أي مشاكل. فهاي كانت نظرتي عن اللكسس LX 600 موديل 2023. إذا أعجبك الفيديو لا تنساني باللايك وشير، وإذا ما مشترك في القناة اشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.